السلام عليكم ورحمة الله. ماذا يحدث إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمرنا النبي أن نصلي عليه؟ بل لماذا أمرنا الله أن نصلي على النبي؟ وما معنى الصلاة على النبي؟ هل النبي بحاجة لصلاتي مثلا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل هذا النبي الكريم بحاجة لدعائي أنا العبد الفقير المذنب المخطئ؟ هل بحاجة لي أم أن هذه الصلاة فيها منفعة لي أنا ومنفعة لك أخي الحبيب؟ انظر معي أيها الأحبة، هناك أشياء يفتقر إليها الملحدون وغير موجودة في أي عقيدة أخرى مثل الصلاة على النبي. أعطوني عقيدة أخرى فيها الصلاة على نبيهم. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلي على نبينا محمد. خذ الصيغة التي ترتاح لها، خاطب هذا النبي بما يطمئن قلبك به. النبي حي أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يصله دعاؤنا وصلاتنا، تصل هذه الصلاة له ويرد السلام. قد يقول قائل كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل للرفيق الأعلى وهو بجوار ربه الآن؟ أقول أخي الحبيب، الله عز وجل قال في حق الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن من قتل في سبيل الله هو ماذا؟ هو حي يرزق عند ربه. طب إذا كان حال هذا هو حال الإنسان العادي فقط بذل نفسه في سبيل الله، طيب كيف بسيد الشهداء وسيد البشر الذي نذر حياته من أجلنا، الذي كان يحزن علينا، كان يحمل همنا؟ لذلك عندما أمرنا بالصلاة عليه، هذه الصلاة أولا لها فوائد كثيرة. دعني أولا أبدأ معك بالفوائد العاجلة التي تأخذها مباشرة أخي الحبيب. علماء النفس دائما يقولون يجب أن يكون عندك قدوة تقتدي بها. إذا أصابك هم أو مكروه تلجأ إليه. هذه القدوة يجب أن يكون قويا رحيما يشعر بك، يجد حلا لمشاكلك. أصعب المشاكل النفسية عندما يشعر الإنسان أنه وحيد. لذلك نحن اليوم أخي الحبيب في حاجة ماسة لدعم نفسي. انظر إلى نسب الانتحار، انظر إلى نسب الطلاق، انظر إلى نسب الاكتئاب في المجتمع، الأمراض النفسية، الضيق. ماذا يحدث أولا في جسدك، في عقلك، في حالتك النفسية عندما تقول اللهم صل على نبينا محمد؟ أول شيء، هذه الصلاة تذكرك بالنبي. وفي دماغ الإنسان شيء خطير أيها الأحبة، نحن حذرنا من خطورة الاستماع للأغاني، من خطورة أن تتخذ قدوة لك إنسان غني وناجح ماديا ولكنه من أهل النار. حذرنا أن تتخذ إنسان قد يكون شاذ جنسيا أن تتخذه قدوة. لماذا؟ لأن الدماغ يربط خصائص هذا الإنسان بك أنت. يعني أنا عندما أستحضر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اللهم صلي على سيدنا محمد، أهم شيء يحضرني في هذه المناسبة رحمة النبي وعظمة النبي وصبر النبي. حتى عندما مات نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف مات؟ تألم كثيرا ومرض مرضا شديدا
تقريبا من أشد أنواع المرض، وكان يقول يتعرق بشدة ويقول إن للموت لسكرات، وكان سيدنا جبريل يخيره بين أن يعيش ما يشاء، فكان يقول بل الرفيق الأعلى، يريد لقاء ربه. طيب لماذا تألم كثيرا؟ ليكون قدوة لنا، ليقول لك لا تحزن إذا تألمت في حياتك، لا تحزن إذا ما أوذيت من قبل أقرب الناس إليك. فالنبي أوذي من أهله، من قريش. أليس عمه هو من حاربه وقاتله واستهزأ؟ أليست قبيلته قريش والعرب هم من استهزأوا به، هم من اتهموه كل أنواع التهم، فصبر على ذلك. فأنا أستحضر عندما أقول اللهم صل على سيدنا محمد، أستحضر الصبر الذي صبره النبي فيكون قدوة لي، يواسيني. هذا الصبر مواساة. قد يكون إنسان في حالة سيئة من ضيق الرزق، عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد تستحضر كيف كان هذا النبي الكريم يجوع ويربط حجرا على بطنه لمعالجة ألم الجوع، كيف كانت تمر عليه الأشهر ولا يتذوق طعم اللحم. انظر معي أخي الحبيب، كم لهذه الصلاة من معاني عظيمة. إذن أول فائدة الأثر النفسي القوي جدا الذي تحدثه هذه الصلاة. لذلك النبي لم يأمرنا بالصلاة عليه لمجرد أنه بحاجة لذلك، لا، هي علاج لنا. هو أرادك أن تتذكر هذا النبي الكريم في كل لحظة، وبنفس الوقت قال لك هناك مكافأة كبيرة جدا إذا صليت على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هناك مكافأة عظيمة أن الله يصلي بهذه الصلاة عليك عشرا والحسنة بعشر أمثالها. ولكن الصلاة هنا قبل أن نكمل، ما هي الصلاة على النبي؟ يعني هل نسجد للنبي؟ لا. بعض المشككين السذج يعتقدون أننا عندما نقول اللهم صل على النبي يعني يا رب أسجد للنبي، حاشا لله. الصلاة أصلا في اللغة هي الدعاء والرحمة، هذا أصل الصلاة. يعني الله أمر نبيه قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ يعني أدعو لهم، ارحمهم، انصحهم، اعطف عليهم، احفظهم من الشر، علمهم. كل هذه معاني الصلاة أساسا. الصلاة التي هي السجود هذا المعنى الشرعي للصلاة، أما المعنى اللغوي واضح جدا وواسع جدا أيها الأحبة. فعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يدعو يعني يرحمني 10 مرات ويحفظني 10 مرات، 10 أضعاف. تخيل كل صلاة 10 أضعافها. الشيء الثاني أخي الحبيب، النبي له أيضا توجيه نبوي عظيم، أنه من أراد أن يكون قريبا منه فليكثر من الصلاة على النبي. من منا لا يتمنى أن يكون يوم القيامة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة؟ كلنا نطمح لذلك إن شاء الله. فالإكثار من الصلاة على النبي فيه فوائد دنيوية عاجلة تأخذها، وفوائد في الآخرة، وفوائد في الرزق أيضا. قد يعجب إنسان ما علاقة الصلاة على النبي بالرزق؟ سأقول لك أخي الحبيب، ما الذي يميز الإنسان الناجح عن الإنسان قليل الرزق أو الفاشل؟ فقط آلية التفكير والحالة النفسية والتخطيط والظروف التي تهيأ لهذا لا تهيأ لذاك. ف
فنحن عندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، أول شيء تشعر بالإطمئنان، لأن هذه الصلاة على النبي هي نوع من الذكر، هي نوع من الذكر. والله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أخي الحبيب، الصلاة على النبي ليست مجرد كلام تقوله وتأخذ أجرا عليه، لا، الهدف الأساسي أن تتذكر سيرة هذا النبي، كم جاهد وكم تعب وكم تألم وكم بذل مجهودا كبيرا جدا في سبيل إيصال رسالة الله للناس. فعندما أقول اللهم صل على سيدنا محمد، أنا أتذكر هذا النبي وأتذكر جهاده في سبيل الدعوة إلى الله، فأجاهد أيضا في سبيل الله. والجهاد اليوم أيها الأحبة، لم يعد هناك جهاد بالسيف، الجهاد اليوم الحقيقي والجهاد الكبير حسب نص القرآن هو الجهاد بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن. كيف أجاهد بالقرآن؟ من خلال نقل علوم القرآن لمن يحتاجها، من خلال نقل رسالة القرآن، نقل إعجاز القرآن، أن أعلم إنسان آية بلغ عني ولو آية. وبالتالي للأسف هناك كثير من الناس يصلي على النبي 100 مرة ويقول لك لم أشعر بشيء. لماذا؟ لأنه لم يستحضر أمامه هذا النبي الكريم برحمته وعلمه. هو الذي علمنا أيها الأحبة، هو الذي علمنا كيف نرحم بعضنا، علمنا كيف نتطهر، كيف نتعامل، كيف نكرم أبوينا، كيف نكرم جارنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لذلك أنت عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يجب أن تتذكر أقوال هذا النبي الكريم الذي أمرك بالصبر، أمرك بالعفو. لم يكن على وجه الأرض إنسان أكثر عفوا وتسامحا من النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آذوه في مكة وأخرجوه منها وقتلوا من المسلمين وفعلوا أشياء فظيعة جدا، يوم فتح مكة سامحهم جميعا وعفى عنهم جميعا. هذا هو الخلق النبي. يجب أن أتذكر عفو النبي حتى أعفو عن من أساء لي. وبالتالي هنا أخي الحبيب، أنا أريدك عندما تقول اللهم صل على محمد أن تتذكر المواقف التي عاشها النبي في الرحمة. كيف كان يرضي أزواجه؟ الله عاتبه وقال له تبتغي مرضات أزواجك، يعني هذا يدل على أن النبي إنسان حساس، كان يكرم أزواجه ويرضيهم بشكل لا يتصوره عقل. إذا كان عندك مشكلة في البيت، تذكر حياة النبي مع أزواجه وكيف كان يرضي أزواجه. لم يضرب امرأة، لم يشتم امرأة، هذه أحاديث النبي كاملة. لم يعنف زوجة أبدا، لم ينتقص من شأن زوجة، لم يهن زوجة، حتى كان يقول أكرمكم لأهله وأنا أكرمكم لأهلي، كان يكرم أهل بيته جدا. فأي مشكلة اليوم تعاني منها أخي الحبيب في البيت تحل بالكرم. اليوم 60% من المشاكل مشاكل مادية، و40% مشاكل بسبب عدم إكرام الرجل للمرأة. المرأة مهما كانت سيئة، يعني عندما تكرمها
وتصبر عليها وتنصحها وتحب لها الخير ولا تهينها أبدا، ثق تماما أن الحياة ستمشي. قد لا تكون الحياة سعيدة، ولكن ستأخذ أجرا مضاعفا بسبب صبرك واقتدائك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت مع أخي الحبيب، فكلمة اللهم صل على محمد ضرورية بالنسبة لي، ليست فقط من أجل كسب الأجر. نعم أريد الأجر، ولكن أنا أريد شيء في الدنيا، أريد أن أشعر أن هذا النبي قريب مني، أريد أن أشعر أن هذا الرسول الرحيم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أريد أن أشعر أنه يخاطبني. فهنا أخي الحبيب هذه فوائد حقيقة، لا تشعر بلذة وحلاوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا استحضرت عظمة النبي ورحمته وسيرته وصبره وعفوه كلما صليت عليه. تتخيل وتستحضر هذا الأمر. الشيء الثاني، عندما تصلي على النبي يجب أن تتذكر أن هذا النبي تصله صلاتك. أنت لا تصلي على ميت، لا، هو حي عند ربي. الذي مات هو الجسد، ولكن الروح والنفس حية عند ربها. وقد تقول كيف يسمع النبي كل هؤلاء؟ أخي سهل جدا، نحن اليوم على جهاز كمبيوتر نستطيع أن نسجل ملايين الأصوات، وهناك برامج تعالج تسمى البيانات، معالجة البيانات الضخمة. إذا كان عندك مليار شخص تستطيع أن تعالج هذه البيانات، شركة جوجل تفعل ذلك. طيب أيعجز الله أن يعطي ميزة لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه يعلم كل من يصلي عليه وتصل هذه الصلاة ويرد عليها ويدعو لنا؟ يعني تخيل أخي الحبيب، نحن اليوم نطلب الدعاء من شخص نظن فيه الصلاح، كيف إذا كان النبي يدعو لك؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أنت عندما تقول اللهم صل على النبي، يعني يا رب ارحم هذا النبي، تأتيك عشر رحمات، وكأن النبي هو الذي دعا لك، يرد عليك السلام، يرد عليك الدعاء. وبالتالي تخيل أن رسول الله يدعو لك، ماذا ما هو إحساسك؟ وهنا والله أيها الأحبة، لو جلسنا نتحدث عن أسرار الصلاة على النبي أيام وسنوات لا ننتهي. فلذلك يعني هذه الفوائد أخي الحبيب لا تحرم نفسك منها رجاء، ولا تظن أن الصلاة على النبي مجرد كلمة تقولها وتمشي، أو حسنة تأخذها، لا، تغير حياتك بالكامل. واسأل العارفين بالله الذين يصلون على النبي كل يوم مئات المرات وآلاف المرات، كيف تغيرت حياتهم، كيف شعروا بالاطمئنان. نحن اليوم نلهث وراء المال من أجل السعادة، نلهث وراء المنصب من أجل السعادة، نجري وراء الرزق والشهرة من أجل السعادة، وللأسف كل هذه الأشياء لا تحقق لنا السعادة، بل تزداد مشاكلنا واضطراباتنا وتعاستنا واكتئابنا وهمومنا تزداد. لماذا؟ لأنك سلكت الطريق الخطأ. المال ليس هو الذي يمنحك السعادة ولا الدنيا كلها. الصلاة على النبي تعطيك راحة في القلب والبال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة على النبي هو ذكر أمرنا الله به، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا كانت بداية لآية، يعني في القرآن الكريم كل الآيات
عندما تجد يا أيها الذين آمنوا تكون بداية لآية، بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، إلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عمل مقدمة لأهمية هذا الأمر، يعني يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها كثير كثيرة يا أيها الذين آمنوا، كلها آيات تبدأ بهذه العبارة بهذا النداء، إلا آية واحدة آية الصلاة على النبي لا تبدأ بأي يا أيها الذين آمنوا، إنما تبدأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لعظمة هذه الآية وخصوصيتها، وأن هنا أمر عظيم جدا أرادك الله أن تنتفع به، أن تطبقه، أن تنفع نفسك به. لذلك والله أيها الأحبة لا تبخلوا لا تبخل على نفسك، النبي ليس بحاجة لنا، لا تبخل على نفسك بالصلاة على النبي. لذلك عندما قال البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، ليس البخيل على النبي، النبي ليس بحاجة لنا، ولكن أنت بخيل على نفسك لأنك تحرم نفسك الطمأنينة والأجر والرحمة والصبر، وتحرم نفسك القدوة الصالحة، وتحرم نفسك فوائد هذا الذكر، السعادة التي يمنحك إياها هذا الذكر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.